تفضل. المشكل اللي وقع الدري اختي كان عنده واحد النزاع مع واحد الجيران ديالها فوق منه قامت الحلوة. المهم بقى هذا النزاع هذا ومشاو للمحكمه تقديم كذا هذا. المهم وقع الصلح بيناتهم تنازلات وهذا، وكان دخل واحد الوسيط هذا اللي مشدود قدام المعتقل هذا هو اللي قال اللي جاء الاخبار اللي جاتنا دابا اخبار سارقه كانت تشد. هذا دخل بيناتهم وكيقول لاختي كيهددها قبل ما درتها وقال لها ما تنازلتيش غنقتل لك الدراري. قال انا الوكيل انا هو كل شيء فهمتيني. هي هذيك دارت تنازل كل شيء. المهم الامور جات للنصابه الدري اختي قالت صافي امورات قادت هذا نمشي نخدم دبر راس. الوالد ديالي هز الموطور مسكين غادي تخدم حطها حدا الطريق تمايا واحد اللحظه جا واحد التليفون ملي جا التليفون مشى خلاها تما ومشى عند السيد اللي اتصل به. المهم شوف قدا معاه. المهم رجع لقى الدري ما كايناش مخطوفه. ملي سول واحد المول ديسير قال لي واحد البنت كانت قال لي ما شفتهاش صافي. الوالد ديالك راه قال مشات اللي تخدم ولا شو فهمتيني. المهم نيس بدا كيتصل بها في التليفون ما بقى كيجاوبش الهاتف ديالو ما كيجاوبش ساعة جوج سوايع كيتصل والو من العشرة هي تسال ورا المغرب عيط عليا انا كنسكن بني خلف جيت قال لي الدري اختك تخطفت. جيت كنجري المخفر ديال الدرك لقيته تما لقيت الصهر ديالي لقيت اخت ديالي كبيره لقيت الوالده دخلت مع عند تما عند النائب القائد المركز والدرك المداوم تمايا شنو واقع. قال لي ودي هاج النوامر ديال كاين ديال السيد ها هو اللي كان صلح بيناتنا ها هو. قالت لي راه كانت عايشه تحت تهديد هي قبل كانت كتقول لي فهمتيني كانت كتقول لي الا ما غنمشي نخدم الا ما رجعتش راه فلان هو مول دعوتي فهمتيني. يعني كانت عارفه حاسه ما كانتش كتقول لبوها صافي. ملي بديت انا كومبوزيت نمره بديت كنتصل بالسيد جاوبني في الاول الو السلام عليكم شكون معايا. قال لي شكون انت بدا كيتصنت. قلت له طلق شوف قلت له نجيك من الاخر قلت له طلق الاخت ديالي راك انت اللي محتاجها. قال لي لا انا الاخ ديالو. قال لي واحد ربع ساعه يكون. قلت له كندوي معاك. هي هذيك صافي طفى عليا التليفون ما عليناش بقينا كنتسناو. سمعتي بقينا كنتسناو من الدارك تكون شي حاله جديده يسمعوها ولا كذا فهمتي. الدارك ما عندهم حتى شي حاجه. هي هذيك جا شي واحد اللحظه جا التليفون الوالد ديالي واحد المكالمه هاتفيه قالت لي راه واحد السيده سميتها فوزيه طايحه في بساتين الفردوس. الوالد ديالي قلت له هاد السيده سميتها فوزيه حنا اختي سميتها سهام علاش غنمشيو تما غادي نجريو حنا مشكلتنا خصنا نقلبوا دري اختي. هي راه دري اختي طايحه وحنا ما عرفناش. صافي واحد اللحظه جاو الناس كيتجاراو جاو عندنا المخفر قال لك لا راه واحد الدري طايحه. مشينا كنتجاراو زيد طوموبيلنا ديت الوالد واحد السيد النسيب ديالي الصهر ديالي لقيت الاخت ديالي طايحه ومغطينها وكترتجف والناس مجموعه عليها بزاف وعيطنا للدرك جاو كيتجاراو عيطوا للوقايه المدنيه حتى هما الله يكثر خيرهم قاموا بالواجب. صافي هذيك هزوها عيطنا للمنابر الاعلاميه تلقاو لي هنايا مع الوقايه المدنيه جات ما يمكنش غادي يسجلوا شي حاجه ويمكن يدري تما جاو انا سجلت معاهم وكنشكر من هذا المنبر شكر خالص لانه هما كانش هما دعمونا وساندونا ما غاديش ما تحلش اللغز ديال الجريمه الشنعاء اللي دارها هذا هو المطلوب مني. شكرا لك.